وللتعرف أكثر على مفهوم التصنيف الائتماني نرحب بضيفنا العزيز عبر الهاتف الدكتور خالد بن راشد الخاطر، وهو متخصص في السياسة النقدية وعلم الاقتصاد السياسي. أهلا بك دكتور. يا مرحبتين، أهلا وسهلا بك وبالمشاهدين الكرام. الله يسلمك يعطيك العافية. كيف تسمع الصوت كويس؟ سامع صوتك بوضوح وبشكل جيد يا سيدي. يا مرحبتين. يا مرحب بك. ماذا تقول لنا عن مؤسسات تصنيف الائتماني؟ أولا يعني باختصار شديد يعني مفهومها أنا أمثلها ب يعني هو شركات تمنح تزكية أو لنقول شهادة حسن سلوك حتى ولو كان سلوكك سيء مقابل عائد مادي، بموجب هذا التقييم تحصل على اقتراض يمكنك من الاقتراض في أسواق المال الدولية، يعني ويكون بأسعار فائدة منخفضة، يعني حتى لو كان سلوكك سيء تحصل عليها. لأن من تجارب سابقة أنا راح أقول لك بعد شوية ممكن نشرح لك إيش المقصود بهذا الكلام. هي بمختصر يعني هي تقوم بقياس مدى قدرة المقترض على أو مصدر أداة الدين من حكومات وشركات وليس أفراد، لا تسمى أفراد، على سداد أصل الدين مع الفائدة عند موعد الاستحقاق من خلال أدوات الدين كالسندات الحكومية وسندات الشركات والبنوك وشهادات الإيداع والرهون وغيرها من أدوات الدين للحكومات أو المؤسسات. وتمنح تقييمات يعني كلما كان التقييم مرتفع كلما كان الاقتراض أسهل من أسواق المال الدولية وبأسعار فائدة منخفضة، والعكس صحيح كلما كان التقييم منخفض يعني كلما كان الاقتراض أصعب وأسعار الفائدة أرفع، وإذا كان التقييم سيء لا تستطيع الحصول. طب تسمح لي أشاركك الرأي في موضوع المؤسسات التصنيف الائتماني اللي يعني أنا عندي تحفظ كبير عليها، يعني أنا مراقب ومستمر ومتابع في موضوع مؤسسات التصنيف الائتماني. 2008 أكثر من 200 مؤسسة مالية أفلست في الولايات المتحدة الأمريكية، كان جزء كبير من هذه المؤسسات المالية حاصل على تصنيفات A ودبل A ودبل A بلس، ولم تتوقع مؤسسات التصنيف الائتماني، فما رأيك في ذلك؟ أو هذا يعني يصب فيما تكلمت فيه؟ هذا قصدي في شيء في أن لو كان سلوكك سيء، وأنا لا أقصد شخصك الكريم طبعا أنت تعرف القصد. هذه مصداقيتها جرحت بشكل كبير خلال الأزمة المالية العالمية في عام 2007 عام 2008 كانت تمنح أعلى درجة تقييم لأوراق الرهن العقاري لبنوك الاستثمار. نعم. وثبت لاحقا أن هذه الأوراق مدورة ولا قيمة لها ولن تدفع من قبل يعني الشركات المصدرة، وكان التقييم من قبل الثلاث شركات كلها ستاندرد اند بور وموديز وفيتش كلهم عطوها يعني اعلى درجات A. هذه ساهمت في 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 بما يسمى يعني نفخ السوق حتى انفجرت الفقاعة في اسواق الرهن العقاري، وثم قادت الى الأزمة المالية العالمية المدمرة التي لم يشهد لها العالم في العقود الأخيرة يعني صحيح كثير، وجرت دمار شامل على اقتصادات العالم. هذا يعني شركات الائتمان هذه كان لها دور كبير في هذه، مما ادى بالأوروبيين على سبيل المثال يعني ان يحاولوا يحجموا من دورها ومن نشاطها ويفرضوا عليها قوانين لأنها تؤدي إلى زعزعة استقرار الدول واستقرار الاقتصادات، خصوصا في خلال أزمة 2008 أوروبا السيادية، وتؤثر بالتالي على رفاهية المواطن الأوروبي. ولكن لا يزال لها سلطة كبيرة هذه الشركات طبعا. لا يزال هي مفكرة الثلاث شركات هذه على وجه الخصوص، حتى يعني في القوانين التي حاول أن تصدر وأن يفتح المجال لشركات أخرى أيضا لم تتكلل بالنجاح، ولا تزال هي المهيمنة وهي المسيطرة. فإذا لم تمنحك شهادة حسن السلوك وإذا لم يقرضك الصندوق صندوق النقد الدولي فأنت يعني وضعك سيء لا تستطيع الاقتراض. نعم دكتورنا، أنا بدي أشكرك عظيم الشكر والامتنان على مداخلتك المثمرة والمفيدة، والأتمنى أنه يعني وضحنا فيها الصورة. وبدي أضيف إذا سمحت لي شيء سريعا في النهاية.